ينضم معنا من مالمو للحديث عن استمرار النفوذ الإيراني في العراق وأحياء زعماء وعناصر ميليشيات الحشد ذكرى مقتل سليماني والمهندس. معنا الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، مرحبا بك. زعماء الميليشيات وعناصرها يقيمون مسيرة لإحياء ذكرى قتل سليماني والمهندس في العراق ويذهبون للبكاء على قبر سليماني، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك عدة معاني لما يقوم به الميليشياويون بهذه المناسبة. هذه المناسبة تشكل بالنسبة لهم ذكرى حزينة جدا، لأن قاسم سليماني كان يمثل قائدهم الفعلي وقائدهم الميداني وقائدهم الاستراتيجي في المنطقة التي تهيمن عليها أو بدأت تهيمن عليها إيران. وبالنسبة للميليشيات العراقية والعراق بشكل خاص، العراق يشكل بالنسبة لإيران صلة الوصل أو أهم الركائز الاستراتيجية لمشروعها الاستراتيجي في هذه المنطقة. والآثار التي تركها مقتل سليماني واضحة جدا، لأن الميليشيات منذ عام وهي تمر بحالة ارتباك، وهناك نوعا يمكن أن يطلق عليه شيء نوعا من الانقسام الذي حصل في داخل صفوف الميليشيات. هناك صرنا نسمع بميليشيات ولائية وميليشيات أخرى، هناك تباين بين أهداف النوعين. طيب. من الميليشيات. نعم. هناك أيضا خوف من قادة الميليشيات، لم يعد هناك ظهور واضح لقادة ميليشيات مثل أستاذ لبيد قيس الخزعلي. نعم. إذا كان هذا الأمر يعني متعلقا بالميليشيات وتبعيتها لإيران، لنأتي على التلفزيون الرسمي في بغداد، لماذا يقوم باستذكار القتيلين ويصفهما بالشهداء؟ كيف للموقف الرسمي في العراق أن يقوم يعني بتكريم شخص موضوع على قائمة الإرهاب الأمريكية، ويؤكد بالمقابل للمسؤولين في العراق أو يؤكد المسؤولون في العراق يعني هذا التحالف الواضح مع واشنطن؟ كيف نفهم هذا اللغز؟ لكي نفهم هذا اللغز يجب أن نفهم السياسة الإيرانية. عندما نتحدث عن السياسة الإيرانية أستاذ، يجب أن نفهم بأن هناك نهجين متوازيين في السياسة الإيرانية. هناك إيران الدولة وهناك إيران الثورة. إيران الدولة تتعامل في هذا النهج الدولي مع دول الغرب، مثلا مع اليابان مع الصين. أما إيران الثورة، هذا النهج الثوري تتعامل فيه مع دول كالعراق كسوريا كلبنان كاليمن. قاسم سليماني كان يمثل وهو الذي يقود سياسة الثورة الإيرانية، وإيران تتعامل مع العراق على هذا النهج. لذلك فقاسم سليماني كان هو الذي يدير اللعبة الأساسية في داخل العراق، هو الذي يدير القرار السياسي في داخل العراق، وهو الذي مكن الحشد الشعبي وميليشيات الحشد الشعبي من الاستيلاء على القرار السيادي العراقي. والحكومة العراقية بكل تفاصيلها وبكل مفرداتها، الحكومة والنظام القائم كليا في العراق مدين لإيران ببقائه. يعني لو افترضنا أن إيران بقدرة قادر سقط النظام الإيراني، فالنظام اللي في العراق سيسقطه. يعني يصبح مسألة انهيار النظام في العراق. لذلك فالعراق كدولة كحكومة كبرلمان كرئاسة مدينة لإيران ببقائها الآن. لذلك فهذا الحزن وهذا الاستذكار لذكرى مقتل سليماني والتعبير عنه بهذا الحزن هو تعبير صادق بالحقيقة، وإنما وهو يمثل تقديما لفرض من فروض الطاعة لإيران. نعم. هذا الانفصام بالموقف الرسمي الحكومي يعني ربما يعني يجد علامة استفهام لبعض من يتساءل كيف ممكن أن يتسق مع تصريح الكاظمي أنه ينأى بالعراق خارج صراعات دولية مدمرة. نأتي إلى نقطة مهمة أستاذ لبيد، إقامة احتفالية استذكار مقتل سليماني في ساحة التحرير. يعني الكاظمي يقول أنه ثورة تشرين هي التي أتت به إلى رئاسة الحكومة، ولكن إقامة احتفالية بهذه النوعية باستذكار سليماني في ساحة التحرير التي قتل فيها الآلاف من المتظاهرين،
يعني ألا يعتبر استفزازا لمشاعر المتظاهرين الذين يعني يطالبون باستعادة العراق سيادته؟ هو بالتأكيد يشكل استفزازا لمشاعر العراقيين جميعا، وبشكل خاص انتفاضة أبطال ورموز انتفاضة تشرين، وبشكل أخص عوائل الشهداء الذين تم اغتيالهم بإعاز من قاسم سليماني. قاسم سليماني هو المتهم رقم واحد في اغتيال مئات المتظاهرين وتغييب المئات الآخرين من المتظاهرين. هذه يعني إصرار المحتفلين بأن يختاروا ساحة التحرير مكان الاحتفال هو يشكل إهانة لنا نحن العراقيين جميعا، وهذه الرمزية بالحقيقة يريدون أن يقدموا رسالة لنا وللانتفاضة بشكل خاص بأنهم هم الذين استولوا، بالنهاية هم الذين استولوا على ساحة التحرير، وهذا يعد حلما، هم متسرعون. كل هؤلاء بالحقيقة الميليشياويون وكل من يتعاون معهم سواء كانت أطراف رسمية أو غير رسمية، أحزاب أو برلمانيون أو إلى آخره من أطراف العملية السياسية، بالحقيقة هم قصيروا النظر. انتفاضة تشرين مستمرة وستعود بقوة، وهذا العمل الاستفزازي الذي يقومون به سيدفعون ثمنه غاليا. الحكومة متواطئة مع الميليشيات مهما قال الكاظمي، قال أنه أن الانتفاضة التشرين هي التي جاءت به فهو كاذب. طيب. وما يقوم به الكاظمي إنما هو بالحقيقة تواطؤ بائن مع أعداء الانتفاضة ومجرمين. في نقطة أخرى يعني أستاذ لبيد، يعني بالتوازي مع ذلك، حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله في لقاء تلفزيوني أو خطاب أكد أهمية دور سليماني في المقاومة العراقية، ما مدى دقة هذا الكلام؟ أولا قاسم سليماني اليوم قالها بالحرف الواحد، قال أن خامنئي يعتبر قاسم سليماني بطلا قوميا، وكون قاسم سليماني بطلا قوميا يعني أن قاسم سليماني كان يقود مشروعا استراتيجيا إيرانيا وليس مشروعا استراتيجيا إسلاميا ولا مقاوما أبدا، لأن إيران أبعد ما تكون عن المقاومة العراقية. المقاومة العراقية بالحقيقة قام بها الشعب العراقي، والمقاومة العراقية استمرت منذ انطلاقتها في عام 2003 بعد الاحتلال، كانت بعيدة كل البعد عن ما يسمى، دعني أقول، المكون الذي ينتمي إليه قاسم سليماني والذي يمثله حزب الله في لبنان وكل الميليشيات. طيب. الحالية، هذه الميليشيات تحاول أن تسرق المقاومة وتجير المقاومة العراقية وتجيرها لنفسها. أستاذ لبيد، أخيرا في سؤال أخير لو سمحت، يعني كيف قلب مقتل سليماني استراتيجية إيران بالعراق رأسا على عقب؟ قاسم سليماني بالحقيقة الوقت مبكر لكي نقول أنها انقلبت رأسا على عقب، لكن بالحقيقة استراتيجية إيران في داخل العراق ارتبكت منذ مقتل سليماني إلى حد الآن، حصل ارتباك كبير في داخل منظومة الميليشيات الحالية، لأن الميليشيات أصبحت خائفة بالحقيقة وتشعر بالارتباك، وكل الأعمال التي قامت بها سواء كان قصف رمزي أو عشوائي هنا أو هناك للمقرات أو للمصالح الأمريكية فهي مجرد محاولة لإعلان الحضور، لإعلان أنهم موجودون، لكن بالحقيقة المقاومة الميليشيات الطائفية تعرضت إلى ضربات شديدة خصوصا في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا ولم ترد، وإيران هددت تهديدات كبيرة ولكن لم ترد إلا من خلال الضربة التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد بعد أيام قليلة من مقتل قاسم سليماني. هذا يدلل على أن إيران ضعفت وعلى أن أذرعها في حالة ارتباك، وأنا لا أتوقع أن هذه الأذرع ستتعرض لحالات انقسام وضعف مع الأيام. شكرا لك أستاذ لبيد الصميداعي، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو.